كل عام وانت بخير وسنة سعيدة. لا والله احنا بالنسبة لنا يعني ما عندنا حد يعني وحدنا بس انا والاطفال يعني ما عندنا حد يطلعنا. اي والله الحمد لله بس هو الوضع يعني ما انه هو يعني مو لقيته مال يعني على طول يعني ترفيه وهاي يعني جونا شتو تعرفه بعد الظرف والهاي. بالبداية احب اهني الشعب العراقي بعيد الفطر المبارك ويعود علينا ان شاء الله بالامن والامان والخير والبركة. أولا بالنسبة للأجواء، الأجواء جدا جميلة والأماكن مفتوحة للعوائل ويعني أسعار مناسبة والحمد لله. الناس تعبانة وأطفالها وغيرها ويونسون أطفالهم ويجون هنا للمتنزهات. للمتنزهات يجون، والله أنا يعني إحنا نجي بس المكان هذا، جينا مرات يعني نجي لهاي المكانات ما هو الباقي يروحون الناس أكل المطاعم يروحون.